دعوني أعلنها يا سادة إني مشتاق جداً لعالم الكرفان. خليني أحكي لكم يا سادة إني زعلان إنه سلام والكرفان اللي ورانا حياته انتهت حرفياً. هذا الكرفان عمره أكثر من 45 سنة وداخل على 46 سنة ولكن حرفياً اتقاعد، لا جوا بتقدر تستخدمه ولا برا بتقدر تستخدمه. فيا رب ارزقنا حل لهاي السيارة وتتحول لكرفان زي هيك. ما بقدر يا جماعة أمر من هذا المكان وما أوقف هون. تعال خلنا نطلعكم فوق هذا المكان، فوق لسه في عالم ثاني. بنت تركت البلاد العربية تماما وقررت تخوض مغامرة كاملة لحالها في أمريكا. حرفيا يا سادة جسمه من هون تكسر وتدمر. هذا غير المنطقة اللي موجودة هون، طلعوا يا جماعة بتشوف الخشب اللي موجود جوا من هون، وبلش بالفترة الأخيرة خرابه يكثر أكثر وأكثر. أنتم تعشقوا سلام وتعشقوا عالم الكرفان، وأنا إنسان عشت بالكرفان أكثر من سنة ونص في أمريكا، وكنت أنام بمصفات وول مارت، كنت أنام بمصفات تارجت، وكنا ننام على الشواطئ، وكنا ننام بالغابات، وكنا ننام بأجمل المناطق اللي ممكن تتخيلها، وأكثر المناطق المجنونة اللي ممكن تتخيلها كمان. فهذا الفيديو حيكون كثير مليان مشاعر ومليان أخبار حلوة ومليان أخبار مش حلوة. فهاي السيارة اللي أنا بستخدمها اليوم اللي هي فورد فيوجن 2015 للسفر حول ولايات أمريكا، وهذا الشيء العظيم جدا سلام اللي كنت عايش فيه للسنة ونص في أمريكا، وأول سنة ونص في أمريكا كانت في هذا الشيء العظيم جدا سلام العزيز على قلوبنا جميعا. وحرفيا صاف الكرفان عند صديقي العزيز جدا زياد البرغوثي في بيونا بارك في كاليفورنيا يا سادة، وهو صديقي يملك هاي الشركة اللي هناك وبيصلح سيارات وبيجمع السيارات وبيبيعهم، فسمح لي أصف الكرفان هون. وهذا الشخص اللي موجود هون هو حارس هاي المنطقة، بيدير باله على المنطقة هاي وبيدير باله على السيارات اللي موجودة هون، لأنه صديقي أغلب الوقت مسافر ومش موجود. فهذا الشخص وهو أمريكي بيدير باله على المنطقة كاملة و24 ساعة موجود بهاي المنطقة. وحان الآن موعد السفر، وبهذا الفيديو عن جد بدي رأيكم ومساعدتكم نفس الوقت. طلعت من كاليفورنيا وأنا كل تفكيري بسلام وكيف خليته هناك، ولكن تأكدوا من هاي اللحظة راح أعمل كل البيدي لحتى نرجع على أجواء الكرفان وعالم الكرفانات، بس هالمرة بإشي يليق فيا وفيكم كمان. والآن صار الوقت لحتى نترك كاليفورنيا ونروح على ولاية جديدة ومكان جديد. وهل يوجد أجمل من السفر؟ وهل يوجد أجمل من صفاء البال والطرق الكبيرة والأجواء اللي بتجنن وغروب الشمس الرائع جدا يا سادة؟ ولكن السيء في الموضوع إنه سفرك بالسيارة، والسيارة للأسف ما بنعاش فيها زي الكرفان وأيام زمان. فيا رب ارزقنا حل لهاي السيارة وتتحول لكرفان زي هيك ونرجع لأجواءنا الرائعة والجميلة والبسيطة والمتكتكة. ما بعرف بس والله العظيم صار لي فترة ما في بالي إلا الكرفان، ما في بالي إلا أجواء السفر اللي كنت أعيشها، ما في بالي إلا الطبخ في الكرفان والنوم بالكرفان واستخدام الحمام أجلكم الله بالكرفان والتلفزيون بالكرفان، وتصفوا على منطقة مرتبة بفيو بجنن، وتصحى الصبح تاخذ لك دش خفيف تسوي أكلك. وفعليا كانت أجمل حياة، أقسم بالله مع أن الكرفان اللي كان عندي كان قديم، بس هذا لا يعني أنها كانت أجمل أيام. فإن شاء الله بإذن الله في أخبار حلوة نهاية هذا الفيديو عن موضوع السيارة والسفر بالسيارة وشو بخصوص الكرفان، في أخبار حلوة بس خلينا حبة يا جماعة. طيب يا جهاد احنا وين موجودين؟ موجودين عند واحد من الاستراحات على الطريق اللي هي اسمها Come and Go، يعني تعال خذ غرضك وتسهل. هاي واحدة من أشهر الاستراحات الموجودة في أمريكا. يا الله شوف حماماتهم كيف، المن، طب المن هون ولا هون؟ أوكي لا أمورهم تمام، حماماتهم نظيفة so far. فثواني حان وقت الريد بول يا سادة. هاي واحدة نجيب هذا الكبير، سعره 5 دولارات، هذا سعره $2.80، فخلينا نجيب هذا $3.60. فقديش جهة سعر الغاز في ولاية أيوة الأمريكية؟ نعم يا سادة $3.50، هاي أرخص شيء موجود هون. طبعا في $3.60 وأعلى من هيك. طبعا كيف الدنيا بتلير في أمريكا هيك فجأة وانت مش فاهم؟ ما حدش بيعرف. شغلت السيارة وتسهلت وصار الوقت لحتى نروح على شيكاغو، راح ياخذنا الطريق تقريبا 7 ساعات من المكان اللي موجود فيه في ولاية أيوة. وحرفيا بالسفر بالليل ما بتشوفش إلا ضوء السيارات اللي قدامك.
واللي بيعرف اسلوبي بالسفر بيعرف اني بسافر بالليل لحتى اقطع مسافات طويله، لانه الليل بيكون الشارع تقريبا فاضي وبتقدر تمشي على راحتك وتقطع مسافات مع اشي رايق واجواء رايقه واغنيه هاديه وتكون شبعان وجنبك كاسه القهوه واجواءك بتجنن. ما بقدر يا جماعه امر من هذا المكان وما اوقف هون، ما بقدر. اللي ورايا ساده اكبر محطه شاحنات في العالم في ولايه ايوا الامريكيه، وبعيدين 3 ساعات عن منطقه العرب بشيكاغو. طب ليش جاي هذا المكان تعشقه كثير؟ لانه اول فيديو على قناتي ضرب صورته بهذا المكان هنا قبل تقريبا سنه ونص من هسه. طبعا بهذا المكان كل شيء ما بتحتاجه حرفيا كل شيء ما بتحتاجه. طلع شو هذا؟ انا مش فاهم هذا ايش، هذا ايش تسوي فيه؟ انا هذا ايش تسوي فيه؟ ايش تسوي فيه هذا؟ انا مش فاهم. وقديش حقه 5 دولارات؟ 5 دولارات بالطعم عيلة بالوطن العربي. طبعا هذا اللي قدامكم الاي تي ام، واحد من البزنسز الناجحين في امريكا للناس اللي بفهموا فيهم. تيجي بتوزع هاي على اغلب المحلات، واي ترانزاكشن اي عمليه بتصير اي حدا بسحب منها فلوس، انت بيجيك نسبه وبيجي لصاحب المحل حاط عنده هاي الماكينه نسبه، وانت حرفيا بتطلع فلوس بس من حط ماكينه في مكان معين عليه ازمه. تعال خلينا نطلعكم فوق هذا المكان، فوق لسه في عالم ثاني. هذا المكان يعتبر اكبر محطة شاحنات في العالم، يعني هو مكان بتوقف فيه الشاحنات وهي مسافرة، في الشوارات، في مغاسل، في اماكن الاصطفاف مجانية، في حتى السينما، وهو عبارة عن متحف مصغر اصلا. هيقول لك هنا فايبس السينما، طلع هون قد ما هو قديمة كيف هي اجواء هنا، التركات والشاحنات الكبيرة كانت تصف هون، وهي هنا موجودة السينما. هي مش سينما يعني، بس مكان تقعد عليه قدامك تلفزيون، هو اللي يعتبر سينما ولا لا؟ فهي المكان، تيجي هون كراسيك عندك، تلفزيونك عندك، واجواء بتجنن. وبتذكر انه قبل سنه ونص منتجت واحد من الفيديوهات على الكرسي هذا والكرسي هذا، واحد منهم قعدت جبت اللابتوب شبكت الكهرباء ومنتجت فيديو كامل هون، والتلفزيون شغال والفايبس حلوه. فلذلك هذا المكان حاس حالي كل ما فوت عليه عارف هذا المكان قبل هالمره. واول فيديو ضرب عندي على القناه كان في هذا المكان. وبرضه هون موجود عالم الشاورات، يعني بتيجي بتدفع تحت، تيجي هون مباشره بتحط بطاقتك وبتحط الرمز السري او وات ايفر، وبعدين بتصير تقدر تستخدم الحمام والشاور اللي موجود جوا وترتب امورك كامله من الف للياء. وهذا الفيو اللي قدامكم من الطابق الثاني تماما، ولكن هذا القسم اللي بيبيعوا فيه قطع الشاحنات اللي ممكن تستخدمها من الالف للياء حرفيا، وحجمها جدا كبير والاجواء فيها جدا مرتبه. ولكن الان احنا بنص الليل لهيك شايفينها فاضي وما عليها ازمه، وحتى اماكن للعب والتسلاي موجودة هون. مش عارف هل معقول عن جد سواقين شاحنات بيجوا هون وبيلعبوا هيك العاب؟ طلع هذا الصوت لحاله مستفز، مين بيجي بيلعب هون؟ ولكن على كل حال هذا الحكي موجود في هيك استراحات. وايضا يا ساده البراندات الكبيره من الاكل والمطاعم والفاست فود برضه موجودة هون، ولكن الان الساعه بمنتصف الليل فلهيك الكل مسكر. وبرا هذا الباب راح اورجيكم كيف بيكون شكل هاي الشاحنات وهي صافه. فشوفوا يا جماعه كميه الشاحنات اللي صافه هون مش طبيعية، اغلبهم نايمين جوا او باخذوا شاورات فوق او بيغسلوا اواعيهم او بيصلحوا اسنانهم او بيحلقوا، يعني هون عالم كامل غير الشاحنات اللي هناك. وهنا لورا تقريبا في 3 صفوف زي هيك. والان صار الوقت لحتى نكمل سواقه 3 ساعات لحتى نوصل شيكاغو، واكيد القيادة ليلية، فخلينا نشوفكم في شيكاغو. نعم يا سادة، انها شيكاغو، وصلناها بسلام وامان. ومعاي صبية يا جماعة، عرفي عن نفسك. انا نجود، عمري 22 سنة، جيت لهم لحالي. اعطتكم الصافي يا جماعة مباشرة. من وين؟ جزائر. من الجزائر يا جماعة. يا اخوان نجود بعثت لي تقريبا قبل سنة، قالت لي يا جهاد انا راح اجي على امريكا، بعثت على انستغرام. انا شفت الرسالة عديت عليها عادي، قلت صبية صغيرة عمرها 22 شو جايبها امريكا يا زلمة. المهم فجأة مرت الايام مرت الليالي، بتفاجأ ولا هي تبعث لي بتقول لي جهاد انا وصلت امريكا. ايه وين؟ اي ولايه؟ قالت انا وصلت على إلينوي وخصوصا شيكاغو. قلت لها والله وعد اول ما اوصل شيكاغو انت اول انسان راح اقابله. قصتها بتجنن، بنت تركت البلاد العربيه تماما وقررت تخوض مغامره كامله لحالها في امريكا. تفاصيل كثير ان شاء الله راح تعرفوها عن هاي الصبيه الجزائريه عن قريب باذن الله.
عن جد من كل قلبي بدي اياكم تدعوا لي انه هاي تكون السفره الاخيره بالسياره، لانه الصراحه في مشاورات وكلام على اتفاق راح يصير بالشراكه بيني وبين ابو عمر حلال صاحب اشهر فود تراك في امريكا كامله بخصوص الكرفان والاجواء هاي. فصار موجود جهاد وموجود شادي السايس وموجود ابو عمر حلال، فبدي اياكم تكتبوا لي تحت في الكومنتس قديش انتم متفائلين بهذا الموضوع، وهل تتوقعوا راح يصير ولا لا، ونرجع للسفر بالكرفان ولكن الكرفان يكون راقي جدا. وكالعادة يا جماعة ورفيق السفر آيات خلف الكاميرا غطت شيكاغو وصورت شغلات بتجنن فيها، فهو الرابط موجود تحت بالوصف ورابط قناة آيات، خلينا نوصلها 100,000 بأسرع وقت. لكن ترى الفيديو اليوم شكل الفيديو جاي أصدقائي، سلام. ولا تنسى تشترك بالقناة وتكون في رحلتنا للعشرة مليون مشترك.